السلام عليكم متابعينا الكرام. تعتبر الموانئ أحد أهم العوامل في تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة الدولية، حيث تمثل نقاط الاتصال الحيوية بين الدول ووسائل لتبادل البضائع بينها. وتحظى الموانئ في المغرب بأهمية خاصة نظراً لموقع المغرب الاستراتيجي، حيث تقع المملكة في قلب تبادل التجارة بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، خصوصاً وأن المغرب يطل بجزء من ساحله الشمالي على أحد أهم ممرات التجارة العالمية، مضيق جبل طارق، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الحيوية للتجارة العالمية، حيث يتمتع بأهمية استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية. في هذا الفيديو الشيق سنسلط الضوء على ثلاثة موانئ عالمية عملاقة يمتلكها المغرب، اثنان منها قيد التشييد. هذه الموانئ يعتمدها المغرب استراتيجية وطنية للموانئ في خطة 2030، على اعتبارها رافعة اقتصادية تواكب التوجه العالمي، وتحول المغرب إلى محطة أساسية من محطات الطرق السيارة البحرية، حيث يسعى المغرب ليصبح ضمن أول 10 دول في العالم في الربط البحري مع وجود هذه الموانئ الضخمة. لكن أصدقائي، قبل أن نواصل أطلب منكم دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. نبدأ بميناء الناظور غرب المتوسط. بإقليم الناظور يتم إنجاز أحد أضخم موانئ حوض البحر المتوسط، وبالضبط على خليج باطويا، حيث سيمثل ميناء الناظور غرب المتوسط للمغرب علامة فارقة جديدة في طموحه البحري، الذي يرم زيادة تحسين الربط البحري للمملكة والمساهمة في تنمية المنطقة الشرقية. كما يسعى هذا الميناء إلى أن يشكل مجمعاً مينائياً وصناعياً متكاملاً، به ميناء كبير بمياه عميقة وبقدرات كبيرة في معالجة الحاويات، ومنصة صناعية تهدف إلى احتضان الأنشطة والمهن المينائية للمغرب، والتي سيتم تطويرها في منطقة حرة تتواجد بفضاء الميناء. وتعتبر هذه المنشأة المينائية الضخمة التي وصلت بها نسبة الأشغال مراحل متقدمة، قاطرة جديدة تتطلع إلى تعزيز دور المغرب البحري والموانئ في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، وتوسيع الاستفادة من النشاط البحري العالمي واستغلال جزء منه، مع كونه منصة تهدف إلى ضمان إمداد المغرب بمنتجات الطاقة. كما سيساهم في إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الشرقية، من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنطقة، وتعزيز جاذبية الاستثمارات الوطنية والدولية، وخلق الثروة وفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة. ويسير ورش تشييد الميناء الجديد على أحسن ما يرام، فمعدل تقدم المشروع وصل نسبة جد متقدمة، ومن المقرر تشغيل الميناء العام المقبل. وتم تصميم ودراسة البنى التحتية للموانئ المرتبطة بالمشروع لكي تنفذ على عدة مراحل ووحدات، وذلك لتقديم إمكانات التطور على المدى المتوسط والطويل. ووفق شركة الناظور غرب المتوسط، سيتكون الميناء في مرحلته الأولى من حاجز أساسي طوله حوالي 4200 متراً، وحاجز مينائي ثانوي طوله حوالي 1200 متراً، مع محطة لمعالجة الحاويات برصيف يتم على 1520 متراً وبعمق مياه يصل إلى 18 متراً، وأراضٍ مسطحة تمتد على 76 هكتاراً، مع إمكانية بناء رصيف آخر للحاويات. وسيحتوي المركب المينائي أيضاً على محطة للمحروقات مع ثلاث مراكز للمواد البترولية بعمق 20 متراً، ومحطة خاصة بالفحم برصيف يصل طوله إلى 360 متراً وبعمق يصل إلى 20 متراً، ومحطة للأنشطة المختلفة، ورصيف مخصص للشاحنات ورصيف للخدمات. وسيتيح هذا الميناء إمكانية معالجة 3 ملايين حاوية من حجم 20 قدماً سنوياً، مع إمكانية زيادة هذه السعة بمقدار 2 مليون حاوية إضافية، بالإضافة إلى 25 مليون طن من المحروقات،
وسبع ملايين طن من الفحم وثلاث مليون طن من مختلف البضائع. وبالموازاة مع البنيات التحتية المينائية، سيتم تطوير مناطق صناعية ولوجستية وخدماتية في المنطقة الحرة المحاذية للميناء وفي منطقة التطوير والمخصصة لاحتواء الوحدات الصناعية المختصة في المهن العالمية للمغرب. ميناء الدخل الأطلسي بجنوب المملكة يتم إنجاز أحد المشاريع الضخمة التي أطلقها المغرب في السنوات الأخيرة بمنطقة تيرفيت التي تقع على بعد 40 كيلومتراً شمال مدينة الدخلة في الجماعة القروية العركوب. إنه الميناء الضخم الدخلة الأطلسي. تسير أشغال إنجازه بوتيرة متسارعة حسب الجدول الزمني المسطر له، حيث وصلت نسبة الأشغال به أكثر من 14%، وهي نسبة مطابقة للبرنامج المسطر لهذا المشروع حتى يتسنى له أن يكون جاهزاً في سنة 2028، حيث سيكون الميناء الجديد على الواجهة الأطلسية لجنوب المملكة قادراً على لعب الأهداف الجيوستراتيجية، وسيمكن من تحقيق تنمية جهوية وتطوير قطاع الصيد البحري. وفيما يخص الجانب التجاري للميناء، سيضم أرصفة متعددة الاختصاصات ب 600 متر طولي بعمق 16 متر هيدرو، ومحطة نفط، ورصيف مخصص للخدمات ب 100 متر طولي، وأراضي مسطحة بمساحة 24.6 هكتار. وفيما يتعلق بجانب الصيد البحري، فسيتم إحداث أرصفة ب 1650 متر طولي بعمق 12 متر هيدرو، وأراضي مسطحة بمساحة تصل ل 28.8 هكتار، وسيضم كذلك أرصفة مخصصة لإصلاح السفن ب 200 متر طولي بعمق 12 متر هيدرو، ثم أراضي مسطحة بمساحة 8.6 هكتار. وتتكون البنية التقنية للميناء من نوعين من البنية التحتية، متمثلة في جسر بحري يربط المراكب باليابسة على طول 1330 متر، ومركب آخر مينائي يتكون من ثلاثة أحواض تتراوح الأعماق فيها ما بين 12 و16 متر، والتي ستحتضن ثلاثة أنواع من الأنشطة: إصلاح السفن والصيد البحري ثم التجارة. وسيتم إنشاء هذه الأحواض بما مجموعه 7 كيلومترات من منشآت الحماية بواسطة الأحجار والمكعبات الخرسانية التي يطلق عليها اسم كبيبود كأول استعمال لها بالمغرب، والتي تتميز بكونها اقتصادية التكلفة وفعالة لتصدير التيارات البحرية والأمواج. ويكتسي ميناء الدخل الأطلسي أهمية استراتيجية بالنسبة لإفريقيا الغربية والأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وخاصة جهة الدخل وادي الذهب. ويراهن المغرب من خلال هذا الميناء الجديد على جعل الواجهة الأطلسية بجنوب المملكة واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي والإشعاعين القاري والدولي. توسعة ميناء طنجة المتوسط. إنه الأكبر إفريقياً ومتوسطياً والتاسع عشر عالمياً ضمن قائمة أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم، وفقاً لأحدث تصنيف مرجعي نشرته شركة التحليل البحري ألفالاينر لشهر مارس 2024. العملاق المتوسطي ميناء طنجة المتوسط أو طنجي ميد، الذي يضم مساحة اقتصادية تفوق 200 هكتار في موقع استراتيجي قبالة مضيق جبل طارق، يحوز لوحده 95% من المبادلات التجارية للمغرب مع دول العالم. إنه ميناء عملاق بمعنى الكلمة، جرى تنفيذه بحذر كبير، حيث تم تدشين محطته الأولى في العام 2007 بطاقة استيعابية تقدر بثلاثة ملايين حاوية، وما أن مر العام الأول حتى كانت عتبة المليون حاوية قد تحققت، وهو ما اعتبر حينها إشارة إيجابية التقطها المسؤولون للبدء بإقامة المحطة الثانية ذات الطاقة التي تصل إلى 6 ملايين حاوية، التي جرى تدشينها شهر يونيو 2019.
واستغرق بناء الميناء بمحطتيه البحريتين زهاء 9 سنوات. والنتيجة التي أفضى إليها هذا المشروع العملاق الذي كلف أكثر من 3 مليارات يورو هي أن الميناء المغربي بات الأكبر في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط بموانئه الأوروبية والمصرية واليونانية التي تملكها الصين. ويتخذ الميناء موقعاً استراتيجياً على مضيق جبل طارق، حيث تتجلى أهمية المضيق الذي يطل عليه ميناء طنجة المتوسط، كونه فاصل بين القارتين الأوروبية والإفريقية والبحرين المتوسط والأطلسي، ويربط في الوقت نفسه بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، ويمر عبر مياه هذا المعبر البحري أكثر من 20% من إجمالي التجارة العالمية، بينما يعبر قرابة 6 ملايين مسافر بين ضفتي المضيق سنوياً، وأكثر من 100,000 سفينة شحن تجارية سنوياً. ويرتبط بنحو 186 ميناء في نحو 77 دولة من جل أنحاء العالم. وأكثر من ثلث الحركة التجارية للميناء تجري لحساب إفريقيا. وغير بعيد عن الميناء، توجد منطقة صناعية تضم أكثر من 1100 شركة تعمل في مجالات صناعية وتجارية متنوعة، وتستفيد من الخدمات اللوجستية والقرب من الأسواق الدولية من خلال الميناء. واليوم يستعد ميناء طنجة المتوسط لتوسعة جديدة، حيث يسعى المغرب من خلال هذه العملية إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية لمحطة الركاب وتوسيع فضاء الشاحنات، بالإضافة إلى تحديث منطقة الواردات للرفع من قدرة مناولة الحاويات، علماً أن طاقته الاستيعابية الحالية تصل إلى 9 ملايين حاوية سنوياً، كما بإمكانه استقبال حوالي 7 ملايين مسافر ومليوني سيارة و700 ألف شاحنة للنقل الدولي الطرقي سنوياً على 8 أرصفة، ما يجعله من بين الأقوى على هذا المستوى. وختاماً أصدقائي، ميناء طنجة المتوسط بالإضافة إلى ميناء الدار البيضاء والموانئ الأخرى، والاستثمارات في إنشاء موانئ ضخمة، ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الدخل الأطلسي. من خلال هذه الموانئ، تسعى المملكة المغربية إلى تعزيز دورها كمركز رئيسي للتجارة والتبادل الدولي، وتوفير بيئة مواتية للاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. أصدقائي، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، كما أطلب منكم مشاركتنا آراءكم في التعليقات حول هذا الموضوع، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات.